مشاهدينا مساء الخير عليكم، كنتمنى يا ربي تكونوا على خير وبخير وكتدوزوا رمضان في احسن الاحوال. فنوننا المغربيه غنيه ومتنوعه، صمدات وخلدات لسنين عديده، والدليل على الاستمراريه ديالها هي وجود شباب كيهتم بها. مشاهدينا الان كيتواجد معنا مولاي هشام البلغيتي، رئيس جوق شباب الاندلس. مرحبا بك مولاي هشام. مرحبا للا ومرحبا بقناه انفاس بريس، وبهذه المناسبه كنتقدموا بالتهاني للامه الاسلاميه جمعاء والامه العربيه بخصوص والمغربيه بحال الخصوص، ونتمنى لهم رمضان مبارك وسعيد، وشكرا على هذه الاستضافه. بارك الله فيك مولاي هشام. دولي لنا شويه على جوق شباب الاندلس اللي انت الرئيس ديالو. هاد المجموعه هي واحد يعني واحد الاخوان كانوا كيدرسوا مع بعضهم في من منذ الاقسام الابتدائيه، وشاءت الصدف انه نتلاقاو في واحد في الايام الدراسه في السلك الثانوي، يعني في اطار الاحتفالات بالاعياد ديال عيد العرش المجيد، وتما جات الفكره انه ناسسوا واحد المجموعه، وتاسست هذه المجموعه في سنه 87، ومشات زعما بعون الله وزعما باجتهاد ديال هاد الاخوان، مشات زعما عندنا دركات زعما مرتبه لا باس بها، وزعما ماشي لا باس بها يعني مميزه في الساحه الفنيه. لاحظت كذلك انه كاين معكم العنصر النسوي، دوي لنا على الدور ديالو في المجموعه عندكم. يعني من ملي حلينا علينا فعلى هذا الفن هذا، وعرفنا كانوا ثلاثه المدارس ديال اللي معروفين هما ديال المدرسه الفاسيه وديال اللي كيتراسها الحاج عبد الكريم الرئيس، ومجموعه ديال الاذاعه الوطنيه ديال اللي كيتراسها المرحوم مولاي احمد الوكيلي، وتطوان مجموعه ديال المعهد التطواني برئاسه المرحوم العربي التمساماني. هادو مجموعات اللي كانوا يعني كان العنصر النسوي حاضر في ماشي فيهم بثلاثة، يعني كان حاضر ولكن كان بواحد القلة، يعني كتلقى عنصر واحد يعني مرأة واحدة اللي كاينة في المجموعة، كانت غالبا ما كان بالنسبة لتطوان كانت هناك واحد السيدة رحمها الله بالطيو، هذه كانت صوت جميل وأداء جميل، وكانت اللي معروفة في العزف على البيان في الجوق الوطني المرحومة غيتا العفير. وبالنسبة لنا هذا المجال هو معروف كان غالبا بالرجال، خاص بالرجال، ولكن كان واحد الخاصيات يعني بحال دابا حنا المجموعة عندنا فيها عنصر نسوي اللي هو مجدة السباعي، يعني عازفة على الطر، على الطر هذا نادرا، يعني قليل اللي كتلقاهم منشدات ولكن ما كتلقاهمش عازفات بحال كثير شي الايقاع. هذا هو اللي كيميز هذا السيد هذا وهذه المجموعة. كنت حضرت يعني احد الحفلات ديالكم، ولسان انتباهي هو ان ما شاء الله يعني كاينين اطفال أو نقدروا نقولوا شباب ولكن قل من 14 سنة، وما شاء الله يعني حافظين القصائد الأندلسية يعني كما يجب، مع أننا كنعرفوا أن القصائد الأندلسية يعني صعبة في الحفظ، وكاين كلمات يعني مصطلحات صعيبة شوية وكذلك تكون طويلة. يعني إمتى بدات هذه النشيئة كتحفظ؟ هي بدات من اللي بدينا حتى حنا اللي كنا بدينا صغار، يعني ولادنا بدات صغيرة بهذا الفن. وبالتالي حنا هذا الاسم ديال المجموعه راه كتلقى فيه شباب، والمجموعه اللي تسمات بشباب الاندلس، والاسم جاء بمحض الصدفه، جاء على واحد كنقدموا واحد حفلات اسبوعيه ما بين العائلات في البدايه ديال هذا باش اكتسبنا التجربه،
ومن واحد الصدف كان واحد السيده كتهضر معنا، كان دابا عملنا واحد الحصه الاولى ومشينا نرتاحوا طولنا في هذاك الراحه، هي تعيط لنا اجيو شباب الاندلس. يعني من تما خديت الاسم، هذا دابا جا الاسم ديال شباب الاندلس، وثم بقى غالب هذا الطابع ديال الشباب على هذه المجموعه. يعني ديما كتستقطب وليدات صغارين وكيطلعوا كيكتسبوا تجربه مع الاحتكاك مع الناس اللي عندهم تجربه قبل منهم، يعني والمسيره كتمشي. نعم. كاينين يعني شي مدارس اللي خاصه بتكوين يعني شباب اللي باغيين يمشيو في هذا الاتجاه، يعني اللي والديهم باغيين يقريوهم هذا الفن الراقي. هو دابا هنا اللي يعني هما كاين المعاهد اللي تابعه لوزاره الثقافه، هو كاين معهد بالنسبه للرباط، كاين معهد مولاي رشيد، وكاين معهد ديال الوطني اللي في اكدان، هادو بجوجهم فيهم الشعبه ديال الاندلس. وكاين ديال المعهد مولاي رشيد هو في المدينه القديمه، من اول اللي تاسس انه على اساس انه خاص بالموسيقى الاندلسيه، وتتوافدوا عليه ديما شباب كيكونوهم اساتذه، وعاوتاني دابا خلقت واحد الظاهره ديال هاد لي كوغال، هادو هو ديال المجموعات الصوتيه، وهي مجموعات صوتيه ما هو المقصود بها بذاك المجموعات الصوتيه المعروفه بالموسيقى العالميه، هو غير انه كتخلق واحد الموالع وكتحفظهم واحد الرصيد هذا من الموسيقى الاندلسيه. انا بالنسبه لي كنشوفهم هذاك هو الجمهور ديالنا، كان بحال كنكونوا جمهور ديالنا. هذه بادره طيبه، ان بالتالي كتولي يعني هاد الموسيقى الاندلسيه ما تضيعش، نعاود يحملوا المشعل او يحملوا هاد الشباب اللي كيعاودوا يحفظوا علينا كما حفظنا حنا على الشيوخ ديالنا. وبالنسبه يعني اللي بغى يتسجل واش كاينين شي شروط معينه، يعني سواء السن او لا؟ لا هو المساله ديال السن ماشي شرط، انه دابا كتشوف الاطفال الصغار كيحفظوا اكثر من الكبار، الراس ديالهم خفيف دغيا كيحفظوا. وكاين دابا كاين واحد الحركه دابا في المدارس الحره، المدارس الحره دابا كتلقى بان كل يوم الاربعاء تيكون عندهم ديك العشيه خاويه وكيديروا لهم هذا النشاط هكا فني. وكانت يعني لاحظنا بان كاين واحد عده مدارس انه كونوا واحد مجموعات كبيره اللي وصل العدد ديالهم اكثر من 100 طفل، هما كيغنيو نفس القطاع وهذا بواحد الطريقه جميله، وهذا الشيء كيطمئننا على المستقبل ديال هذا الفن. كاينين الناس اللي شادين المشعل الحمد لله. سمعت انه ان شاء الله كاين واحد الحفل يعني اللي غتكونوا ان شاء الله حاضرين فيه في يعني في ليله من الليالي الرمضانيه، دويلينا عليه يعني امتى يكون ان شاء الله وفين؟ هذا الحفل هذا ستقيمه واحد الوكاله خاصه، هذه كيصهر عليها واحد الاخ اسمه عادي الكريم، وهذه الوكاله تسمى بروتكت برنت، وهذه مختصه في تنظيم معارض، كاين معارض ديال الكتاب ومعارض فنيه وثقافيه، وهذا في اطار التبادل الثقافي وفي نشر هذه الثقافه المغربيه. دابا فكروا انه يستغلوا هذه المناسبه ديال هذا الشهر المبارك، وانهم يخلقوا واحد الحادث، وانه يديروا واحد حفل عشاء، ويستدعوا فيه السلك الدبلوماسي المعتمد هنا بالرباط، باش يعاود يخلقوا ذاك الجسور ديال التبادل الثقافي، ويكون واحد حركه ثقافيه يعاود يحيوا ذاك العلاقات القديمه، لان كانت علاقه طيبه مع عده دول، هذا وكان تبادل ثقافي معهم، يعني حنا كان لنا الشرف ان نمثلوا المغرب فيهم، وشاركنا في عده معارض، وكان عده المهرجانات الثقافيه اللي كان الحضور وازن ديال المغرب،
ودابا جاتهم الفكره انهم هذه مناسبه ان يستدعوا جميع هادو الهيئات ديال الدبلوماسيه باش يعاودوا يخلقوا ذاك الديناميه عاوتاني ويخلقوا ذاك يحيوا ذاك الجسور اللي تبنات شحال هذه. بالتوفيق ان شاء الله. ومولي هشام شكرا لك على الحضور ديالك معنا. وشكرا لانفاس بريس ولالا حليمه العيوبي على هذا الاستضافه الطيبه. ورمضان مبارك الله يبارك فيك ان شاء الله. الله يبارك فيك. مشاهدينا شكرا لكم على المتابعه. واخر ما ممكن نختموا به يعني هذه الحلقه ديال اليوم هو موال اندلسي من عند هشام البلغيتي. خير ما نقدموا للجمهور واولا نستدعي الاخت ماجده السباعي عضوه في المجموعه ديال شباب الاندلس وعازفه ستار ومنشدة. يا قوم كل أرض تنزلون بها تحيا بكم، كل أرض تنزلون بها كأنكم في بقاع الأرض أمطار، كأنكم في بقاع الأرض أمطار. وسيدي كنشكركم بهذه المناسبة جميعا ورمضان مبارك سعيد. رمضان مبارك سعيد.